هي رابطة واحدة، وبالتالي الذرة المركزية اللي هي ب عندها زوجين رابطين، يعني ان تساوي اثنان، ولا يوجد لديها زوج حر، وبالتالي ام يساوي صفر. الصيغة الرمزية تصبح ax اثنين، ان يساوي اثنين، ام يساوي صفر، ان زائد ام يساوي اثنين. بما ان المجموع يساوي اثنين فان الجزيء شكل خطي. نموذج كرم لتمثيل الجزيئات. للتعبير عن البنية الفضائية للجزيئات وإبراز الشكل الهندسي لها، اقترح العالم كرام تمثيلا رمزيا للجزيئات يحدد موضع الروابط في الفضاء كالتالي: تمثل الروابط الواقعة في مستوى الرسم بخطوط عادية، تمثل الروابط الواقعة خلف مستوى الرسم بخط مهشر، تمثل